لا سألت أنا حضرتك، هو يعني لا يعني أنا طالب علم حضرتك في 20 سنة، فمثلا الواحد عنده أمور كتير يقعد يفكر فيها، مثلا سواء مذاكرة، الحياة، كذا كذا كذا، فإزاي الواحد يفرق مثلا ما بين حب الدنيا مثلا والتعامل بها، يعني إيه العلامة اللي الشخص يعرف بيها، علامات معينة يعرف إن حب الدنيا مستقر في قلبه؟ ايه العلامات اللي يعرف ان حب الدنيا مستقر في قلبه؟ القرآن والسنة. انظر كلام الله وانظر الى صنيعك، انظر الى كلام الله وكلام رسوله وانظر الى صنيعك.